هي الحكومه ايش عملت؟ هي مو عامله القانون المالي سنه 24 وقتها، يعني المشكله هذاك في السير في الخيار تاع الحكومه فيه 10.3 مليار دينار كرو فينانسي ما تعرفش مين باش تجيبهم. تقول لك تو نقنع بعض الدول العربيه خاصه بانه لينيون اوروبيان لا فرانس ايطالي الالماني فيغور سور لا ليست افيك ان زيرو دينار معناها او نيفو فينانسمون تاع البيدجي دو ليتا. دونك تبقى الدول العربيه، الدول العربيه شنية مشكلتها؟ الدول العربيه متخوفه، تقول لك تونس اللي كان ما تعملش تمشيش في برنامج تاع اصلاحات جريس دو بيردر مون ارجون كي باش تسلف تونس، يلزم نسترجع الاموال نتاعي، باش نسترجع الاموال نتاعي يلزم تونس تمشي في برنامج اصلاحات. كل اللي هو يضمن البرنامج الاصلاحات هو صندوق النقد الدولي. الليست هذه النيجاتيف نتاع اللي حطنا فيها هي شنية؟ عندنا مشاكل اقتصادية وعندنا صعوبات على مستوى كبيرة برشا والحاجة، لا مش الخطر هذا، الخطر هما ما تمكنوش باش يجيو حسب المادة الرابعة تلزم الدول اللي هي مساهمة في صندوق النقد الدولي أن تستقبل وفود من طرف صندوق النقد الدولي باش ياخذوا المعلومات اللازمة ويقعدوا مع المسؤولين باش يعرفوهم شنو التوجه نتاعهم في 2024 باش ينجموا يعملوا التقارير نتاعهم ويعملوا لي بيرسبكتيف دو كرواسونس اون 2020. وين يقلق انك انت اذا كانك معمل على الدول العربيه باش تقنعهم وانت موجود سور لا ليست نيجاتيف، هذا باش يزيدوا يتردوا. تولي المهمه نتاع الحكومه على مستوى اقناع الدول العربيه مهمه تولي صعب. يلزم تنسوك شوف ان بروغرام دو سوفتاج فينانسي تونيزيان كما قال رئيس الجمهوريه، ولينا عطيت الملامح نتاعو 4 ملامح. الفوسفات اليوم الفوسفات تونسينا بالخارج والمؤسسات المصدره كليا والاموال المتداوله نقدا في السوق الموازيه.